بعد الشكر والتقدير احب يعني اعرف نفسي. انا اسمي مجاهد مصطفى احمد مجاهد، طبعا مصري مواليد اكتوبر، ده شهر الميلاد يعني بعد 4 ايام ال 50 سنه بالظبط يعني ان شاء الله. كل سنة اكتوبر 71 وانت بالصحه والسلامه. انا البكالوريوس بتاعي في الهندسه الالكترونيه بمعنى صح جامعه المنوفيه، والميجور التخصص بتاعي في الاوتوماتيك كنترول سيستمز اند ميجرمنت، او بمعنى اخر التحكم الالي والقياسات، او بمعنى اخر البروسيس اوتوميشن يعني. بالنسبه لطبيعه عملي انا الفول تايم بتاعي بتكلم شركتي هي سويس اويل بروسيسنج كمباني او شركه السويس لتصنيع البترول، وده ريفاينري بلانت يعني او مصفاه زي ما بيقولوا عليها في الخليج يعني. موقعي الحالي ان انا مساعد المدير العام في الجزء الخاص بالاوتوماتيك كنترول، في زي بتبقى في ديبارتمنت كبيره هيد للبلانت كله اسمها الاداره العامه للتحكم الالي، انا مساعد المدير العام في جزء من التاسكات اللي هو بيقوم بيها يعني. بالاضافه الى عملي هذا انا الاوتوماتيك كنترول تيم ليدر في البروجيك اللي احنا هنتكلم فيه لاحقا يعني ان شاء الله، وهو مشروع يسمى الكوكر بروجيكت او بمعنى صح مشروع التفحيم، وده مصطلح موجود في صناعه البترول يعني بلانت مشهور من البلانتس اللي موجوده في صناعه البترول زي بلانت الديستليشن اللي بيطلع لنا البنزين زي وهكذا يعني بمعنى صح. الاكسبيرينس بتاعتي يعني اباوت 23 سنه اكسبيرينس في التخصص بتاعي اللي هي البيزك والديتيلز ديزاين بتاع ريليتد للانسترومنتيشن اند اوتوماتيك كنترول يعني. عندنا طبعا بالنسبه لشغلنا في انظمه تحكم شهيره جدا ما يطلق عليها البي ال سي او الدي سي اس وهكذا، ودي الانظمه الشهيره على المستوى العالم اللي هي منوطه بالتحكم في البلانت ككل يعني، وبتبقى مرايه للراجل بتاع الصناعه نفسه اللي موجود في الكنترول روم انه يشوف المتغيرات بتاعته ويشوف الفيلد بتاعه عن طريق الكمبيوتر يعني بمعنى صح، يعني الراجل بيدير البلانت وهو قاعد على شاشه كمبيوتر باختصار شديد يعني. ده بالنسبه للفول تايم جوب بتاعي. هذا بارت تايم جوب في بعض الاوقات يعني لما حسيت ان انا عندي بعض الخبره، فمن منطلق برضو يعني خيركم من تعلم العلم وعلمه يعني، ودي نقط اكد عليها المهندس حسين القاضي كتير يعني ان احنا ننشر العلم ده تقريبا في كل محاضره، انشروا المحاضرات انشروا العلم لعل اي حد يعني يستفاد بهذا يعني. ابتديت بصراحة من تقريبا من بعد 10 سنين خبرة اشتغلت انستراكتور في المجال الاوتوماتيك كنترول والبروسيس كنترول، سواء داخل مصر او خارج مصر يعني في الجزئية دي. طبعا ريليتد لمركز التدريب الخاص بشركتنا ريليتد، اشتغلت مع امبي كبارت تايم كانستراكتور، اشتغلت مع او جي اس ودي الشركات الشهيره المنوطه بالتريننج في مجال البترول يعني. يعني او جي اس دي شركه البترول الرئيسيه اللي بتقدم خدمات التريننج للعاملين بخدمات البترول عموما في جمهوريه مصر العربيه. ام بي عندها برانش كبير من التدريب برضو خاص بتقديم الكورسات التدريبيه للناس المتخصصه في البترول سواء من داخل مصر او خارج مصر. الحمد لله يعني ابتدت يعني تبقى في سمعه كويسه يعني. اشتغلت من خلال برضو بعض المكاتب الخاصه وبعض المكاتب اللي ليها مثلا مكتب زي انتكس برانش في السعوديه، رحت اديت كورسات هناك في شركه سابك السعوديه برضو من خلالهم. بعض المكاتب الاخرى اللي ليها ريليتد لشركه كبيره زي شلمبرجير في مجال البترول، شركه معروفه يعني من شركات البترول على المستوى العالمي.
واشتغلت مع شركة نيكست، وهي دي ده البرانش الخاص بالتدريب من شلمبر جير، يعني اللي هي يعني شركة خاصة بالتدريب أندر الأمبريلا بتاعت شلمبر جير يعني. وابتديت يعني أدي بعض الكورسات سواء في اسطنبول، في تركيا، في الصين، في أنغولا، في قطر، في دبي. في بعض الأحيان بيكونوا بقى المتدربين بيكونوا عرب يعني، وكان جزء كبير منهم عراقيين يعني. وطبعا أنغولا لا، كانت أنغولا الناس من أنغولا نفسها يعني. وقطر برضو ميكسد ما بين عرب وأجانب وهكذا. دبي كنت الكورس مصمم لشركة شيل بس، ولكن شركة شيل العراق يعني، وهكذا. دي مجموعة من الصور اللي مش لمجرد العرض ولكن لتقديم الدلالة عليها بصراحة يعني. دي من الرحلات اللي أثرت فيها جدا، اللي هي رحلتي إلى الصين لتدريب مجموعة عراقية هناك، شركة اسمها سينوك. أنا فوجئت يعني بمراكز التدريب الخاصة بالشركة دي، هي بتعمل مراكز يعني تدريب زي ما احنا شايفين هنا، ان هي بتستخدم اكويبمنت حية، اكويبمنت حقيقية داخل مركز تدريب عشان تدرب الناس تدريب فعلا عالي. فيها مجموعة من المعامل زي ما بيظهر هنا، مجموعة من المعامل رهيبة جدا ومؤسسة ضخمة جدا لجاست التدريب. ودي برضو تلاقت مع مقولة المهندس حسين دايما، ان التدريب حاجة مهمة جدا جدا جدا، وانا بدور من خلال التدريب على ايه اللي ناقصني واكمله، وبدور على ايه اللي ناقصني واكمله وهكذا. الجميل في الحتة دي في الصين، تجربة الصين طبعا هو اشاد بيها قبل كده المهندس حسين في القصة دي، اشاد بيها جدا، وخصوصا في التعامل مع ازمة كورونا. لا فعلا هو شيء جبار فعلا، والناس بتفكر استراتيجية يعني رهيبة جدا. رغم المفارقة طبعا مع احتكاكي بيهم، لا يعني احنا على المستوى الفردي احنا لا احنا اقوى بكتير كعقلية وكمنتاليتي و و و، ولكن هناك موجود السيستم بالفعل، موجود السيستم والكل بيدور من خلال سيستم ثابت لدرجة يوصلهم للي هم موجودين فيه. فمن ضمن الحاجات اللي ابهرتني ان الشركة دي كان ساعتها كلام ده في 2014 تقريبا وكده، كان ساعتها بقالهم 10 سنين فقط شغالين في مجال البترول، 10 سنين فقط. أخذوا تندرز في العراق وعملوا بلانتس بترولية في العراق وعملوا مراكز تدريب بهذا الحجم، يعني حاجة رهيبة جدا. هم في الأصل شركة زي يعني شركة الترسانة البحرية عندنا، ولكن دخلوا في مجال البترول وفي خلال 10 سنين عملوا الكلام ده كله، يعني خدوا تندرز عالمية في دول خارجية بالنسبة لهم، وعملوا المراكز تدريب بالقوة والمهارة دي. وحسيت بالسيستم في كل لحظة من اللحظات دي، بمعنى ان يعني مثلا كان معايا كوردينيتور صيني بس اسمه علي، كوردينيتور تاني اسمه جاسم، فيعني بسؤال عفوي في اول ما وصلت والكلام ده بقول له القبله وعشان اصلي والكلام ده، قال لي للاسف انا ما اعرفش انا مش مسلم. فانا سالته طبعا بقول له ايه يعني علي ايه، طب ما انت اسمك علي واسمك جاسم ازاي؟ قال لي لا دي يعني احنا دي اسماء حركيه بالنسبه لنا عشان انت عربي والمجموعه اللي هتديها عربيه، فاحنا نوع من الفاميلياريزيشن بينكم وبيننا وبين بعض، يعني تسمي اسماء عربيه وإسلامية. وهو في الأصل بيدرس لغة عربية في الجامعة، وبالتالي بيستفاد من الإكسبريشن العربية الدرجة بيننا وبين بعض، ودايما معاه نوتة بيسجل فيها الإكسبريشنز دي وهكذا. فكل شيء يعني معمول حسابه وتحقيق أقصى استفادة منه سواء على المستوى الجامعي أو على المستوى الفردي. أرجو أن أنا ما أكونش طولت في الجزئية دي يعني. لا ممتاز، ما تشيلش اهم حاجه، مش مجال، معلش شيء ما يعني اتفضل.
ممتاز يا بقولك ممتاز، اكمل الله يا يخليك، ممتاز ممتاز. الله الله يخليك يا فندم. في الفترة بتاعت 2015 أو 2016 كان حصل دروب في البترول كده، فقصة اللي هي الكورسز والتبادل والكلام ده كله كان قل شوية. فالفترة دي أنا بصراحة ابتديت أشتغل على نفسي فيها، رغم إن يعني متطلبات وظيفتي ساعتها ما كانتش يعني متطلبة الكلام ده، ولكن بقى كنت بحاول أبجريد نفسي دايما واحاول اعمل سيلف ستادي نفسي بالجزئيه دي، وابتديت اخد كورسات معينه لمجرد العلم بيها، لانها انا شايفها علوم موجوده وعلوم درجه وبتاعه اللحظه الاتيه يعني الموجوده اللي انا كنت موجود فيها يعني. فابتديت اخدت اللي هو البريبريشن كورس الخاص بالبي ام بي عن طريق برضو انستراكتور سيرتيفايد ساعتها، ودي كانت اول كونتاكت مع البروجكت مانجمنت الكورس ده، وازاي الكورس ده فعلا ساعتها غير المينتاليتي بتاعتي وغير طريقه تفكيري، وابتديت ارتب اللي انا بعمله، اعمل فهرسه للدماغ يعني بمعنى اصح. وكل الكورسات اللي احنا بناخدها دي بتعمل فهرسه للدماغ نفسنا، ممكن تكون عندنا المعلومه بس المعلومه مش تحت عنوانها الصحيح او مش تحت مكانها الصحيح وهكذا. ولكن الكورس دي وخصوصا في البروجكت مانجمنت ومن خلال البروسيس اللي بتتم عن طريق البروسيس مانجمنت وازاي بهاندل التاسكس اللي بتتم فيها، لا الواحد حصلت له فهرسه للدماغ واتحطت عناوين كتيره لمجموعه من التصرفات، حتى على المستوى الشخصي حتى على مستوى التعامل في الحياه العاديه رتبت بشكل كبير دماغي يعني بمعنى صح. وريليتد ليها برضو خدت البريمافيرا، كنت عايز اعرف ايه البريمافيرا دي، بتعمل ايه البريمافيرا دي وهكذا، برضو خدت كورس بريمافيرا. من بعد البريمافيرا دخلت خدت كورس اللين 6 سيجما ريليتد للجرين بيلت بتاعها، هو ما كانش الغرض ان انا اعمل سيرتيفيكيشن بقدر الغرض ان انا اتعرف على ايه اللي موجود يعني بمعنى صح. وابتديت اخد حاجه اسمها مينتننس ريلايبيليتي، ودي ريليتد بشكل كبير جدا لمفاهيم البروجكت مانجمنت واللين 6 سيجما مع بعض يعني. ولقيت كل المواضيع دي في النهايه وان اختلفت الاسماء فهي تلتقي في بوينتس معينه وتلتقي في ديسيبلينز معينه وتلتقي في تولز معينه، كان شيء جميل جدا بالنسبه لي يعني. ده بالاضافه ان انا اسعدني الحظ يعني من خلال بيما ريبيا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، انا خدت كورس الكي بي ايز اللي كان مقدمه اللي هو المهندس عصمت عبد الرازق، وحضرت طبعا المرحله الاولى من خلال المهندس العظيم يعني حسين القاضي بخصوص المواضيع اللي اتكلمنا فيها ال 60 ساعه الاولى والسيرتيفيكيت بتاعتها، وده كان شيء يعني بيحقق تارجت كويس جدا، وخصوصا ان الكورس تزامن كمان مع الفتره يعني اظن مع الفتره بتاعت الكورونا او ما قبل الكورونا بحاجه بسيطه يعني، فكانت الكورس متواصل ما حسسناش ان احنا منعزلين عن العالم، وحسسنا ان احنا حياتنا الى حد كبير طبيعيه، وان شاء الله دايما بحس مهندس حسين ومعاه في مواضيع جايه كتير يعني باذن الله. من ضمن الحاجات طبعا من خلال المحاضرات برضو تعرفنا مثلا على شخصيه زي هارولد كيرزنر، ابتديت اشتري الكتب بتاعته سواء في البروجكت مانجمنت او البروجكت مانجمنت كي بي ايز وهكذا. ده دايما انا بالنسبه لي يعني قصه التعليم المتواصل او اتابع دايما دي حاجه في شخصيه الواحد، ولكن طبعا لما دايما المهندس حسين بيتكلم على ازاي تموتيفيت نفسك بشكل كويس، ازاي تبقى اب تو ديت يعني، لان انت هتبقى مدير ناس معينه لازم تبقى انت عارف، مش متقن يعني كل حاجه ولكن عارف كل اللي بيتم للاجيال اللي موجوده دلوقتي وعارف التولز اللي بيستخدموها ايه. فمن ضمن الحاجات طبعا اللي شجعتني اشتري الكتب دي سواء اشتريها الكترونيك كوبي او هارد كوبي وهكذا،
انا لغايه الشهر اللي فات بحاول اتعلم، بتعلم حاجات تكنيكال بالنسبه لي يعني، يعني في سن دلوقتي يعني، يعني الا ما حدش بياخدها كتير، ولكن انا اخدها حاجه بيسموها الفونديشن في الباص، دي حاجه مور تكنيكال بالنسبه للشغل يعني، ولكن ان شاء الله يعني طول ما فينا نفس احنا مستمرين واحنا متواصلين يعني في العلم يعني بشكل عام. دي بريف صغيره عني او عن الكورس او عن الفتره اللي فاتت يعني بمعنى صح. انا حاليا دلوقتي بقالنا تقريبا سنه ونص بالنسبه لشركتي في مشروع ضخم جدا يعد من الميجا بروسس يعني بروجكت يعني، يعني قيمته تتعدى ال 25 مليار تقريبا يعني. ده ريليتد لبلانت من ضمن البلانتس اللي هي في تكرير البترول بتسمى الكوكر بلانتس. الكوكر بلانتس دي يعني ترجمتها الحرفية اللي هي التفكيم يعني بمعنى صح، ولكن المنتجز بتطلع منها بيطلع منها زي السولر، زي حاجه اسمها اللايت نافتا اللي هي الماده الخام بتاعه البنزين، اللي هي بعد كده بتبقى بنزين اتحط عليها رقم اوكتين ويبقى عليها اسمها بنزين وهكذا. و كمنتج اخر يعني بيطلع ما يطلق عليه فحم الكوك يعني بمعنى صح. دي من البلانت من ناحيه البروسس اللي هي من ناحيه البروسس المعقده وهكذا. في الواقع انا شركتي كان فيها كومبلكس قبل كده، هم بيسموها كومبلكس عشان هو مجموعه من البلانتس يعني موجوده، مجموعه من الوحدات الانتاجيه مع بعض، يعتبر مصنع قائم بذاته يعني. وعشان كده انشاؤه الان واللي بدانا فيه من حوالي سنه ونص يعني، يعني اخذ كل القيمه الماليه دي، وطبعا اضطرينا ان احنا نتعامل مع زي البنك الاوروبي للتنميه وناخد جزء من التمويل تحت بند تمويل البروجكت يعني. في الحقيقه الفكره بتاعت البروجكت ده طبعا قامت ان احنا كان عندنا الكومبلكس ده قديم، بس كان قديم جدا بتكنولوجيا قديمه جدا في الستينات بتكنولوجيا روسيه يعني. وطبعا احنا في السويس كان تعرض المصنع ده للضرب في اثناء الحرب واعاده التاهيل وهكذا، والقصه دي كلها كان يعني تاريخ جبار يعني من المشاكل يعني. ولكن بفضل الله حتى بعد الحرب الناس قدرت تقوم وتشغل وتشتغل، ولكن في النهايه يعني اللايف تايم بتاع كل حاجه ليها لايف تايم. وخلاص احنا دلوقتي تبع الجانب الامريكي مش تبع الجانب الروسي في التكنولوجي دي، زائد طبعا في حاجات كتيره دي اللي هي التشالنجز اللي خلتنا نفكر او خلت اداره شركتي بمعنى صح فكر في عمل مشروع كبير بالتكنولوجيات الايه الحديثه. فطبعا المشروع القديم حصل ان الكباسيتي بتاعته او الطاقه الانتاجيه بتاعته قلت كتير، ابتدى عامل السيفتي والانفيرومنتال ايشو ما بتبقاش مجديه ولكن مضره، عمليه الصيانه طبعا والتقادم بتاع الاكوبمنت بتاعتنا كان صعب جدا، وبالتالي الحاجات دي بتعمل هاي كوست بالنسبه للايه يعني للتشغيل بتاعها. طبعا ما كانش ينفع ان انا اوصل اي اكوبمنت اعمل لها كونكشن بمودرن مينترنس سيستم يعمل لي بريدكشن ايه الاعطال المتوقعه ايه الكلام ده كله. طبعا مع القدم حاجه بتتكلم في 50 سنه يعني، كانت حاجه صعبه جدا. موضوع من المواضيع اللي ركز عليها المهندسين جدا وخدت محاضرات كتير جدا، موضوع الكواليتي مانجمنت سيستم الكيو ام اس، ده كان موضوعات برضو مش عارف تطبقها مع بلانت قديم، مش عارف تطبقها مع بلانت يعني خلاص تقريبا تهالك يعني وهكذا يعني. فابتدى تتحط مراحل المشروع بقى الطبيعيه واللي قالين عليها المهندسين اللي هي البري فيزابيلتي والفيزابيلتي والديزاين والكونستراكشن والبروكيورمنت والهاند اوفر وهكذا. فاتعملت فعلا خطه وبلان ان احنا ازاي نزود
نعمل المشروع ده مبدئيا ونزود الطاقة الانتاجية بتاعتنا، واتعملت بلان احنا ازاي ريليتد للسيفتي مثلا، ازاي ناخد السيرتيفيكيشن الايزو اللي هي 45 في واحد، الكلين انفايرومنت 14000 واحده، دي بالفعل حصلنا عليها خلال الفتره اللي فاتت. البرودكت امبروفمنت، ازاي نطلع منتج ريليتد للمواصفات العالميه والمواصفات الاوروبيه، ازاي نحسن كفاءه الطاقه بتاعتنا، وناخد برضو نسعى لاخذ شهاده الايزو في الجزئيه دي، برضو في الكواليتي امبروفمنت. وطبعا المهندس حسين من خلال محاضراته دايما يقول اللي ما عندوش كواليتي يبقى ما عندوش اداره. اي نعم احنا لسه ما خدناش الايزو 9000 واحد، ولكن احنا في طريقنا ان شاء الله ان احنا ناخدها وهكذا. وبالتالي ابتدت نحط فيزس بالفعل للبروجكت نفسه، وتم تقسيم البروجكت ده لثلاثة فيزس رئيسيين، اللي هم الانجينيرنج والديزاين والعملية الانجينيرنج باكج يعني كلها، وازاي نقدر ندعو البيدرز نفسهم واللايسنسنج نفسهم. كلمه لايسنسنج هنا ريليتد ان احنا في بعض البروسس البتروليه هي بتبقى بروسس معقده شويه، فبتحتاج ان احنا يعني نستعين بشركات عالميه تدينا لايسنس او رخصه بالديزاين اللي احنا عملناه، ان احنا نشتغل في البروسس دي بالكيفيه دي بالنظام ده. في بعض البروسس طبعا سهله جدا، ممكن اي حد ريليتد للمجال البترول عموما ممكن يعمل لها ديزاين طبقا للرولز اللي موجوده، ولكن في بروسس معقده ومنها اللي هي الكوكر او التفحيم، دي هي لازم بيبقى لها لايسنسور، ما يطلق عليه اللايسنسور عالميين في المجال. فاحنا اللايسنسورز بتاعتنا طبعا ده كومبلكس، مجموعه من الوحدات، ففي مجموعه من الوحدات اللايسنسور بتاعها بيكتل، شركه بيكتل العالميه، ومجموعه من الوحدات اللايسنسور بتاعها شركه اكسنز الايه العالميه. الفيز الثاني طبعا، واحنا يعتبر تقريبا دخلنا خلاص فيه، داخلين فيه يعني، اللي هو الديتيلد انجينيرنج فور اول يونتس بتاعه المشروع، والبروكيورمنتس بتاعتنا اللي احنا ابتدينا فعلا نطرح التندرز الكبيره على شكل لوتس كده ريليتد للايه لكل الاول ديسيبلينز بتاعت المشروع، سواء كانت ميكانيكا، كهرباء، اوتوماتيك كنترول وما الى ذلك. يعني احنا حاليا في فتره منتصف المشروع تقريبا يعني، ولذلك بقول ان انا كانت فعلا الدروس اللي نتعلمها المهندس حسين كانت بالنسبه لي انا شخصيا حاجه مور فاليبل جدا، خصوصا ان احنا يعني شغالين بنظام الفانكشن ماتريكس زي ما قال في الشارت بتاعتنا، يعني احنا قائمين باعمالنا بجانب المشروع، مش ناس بروجكتايزد وشغاله متفرغه للمشروع، ودي برضو عمليه فيها صعوبه جدا. ان شاء الله يعني هنخلص المرحله دي وندخل بقى في مرحله الكونستراكشن ومرحله البري كوميشننج والكوميشننج والستارت اب ومرحله الهاند اوفر، ودي مخطط لها باذن الله تقريبا هتبقى يعني من بداية لمنتصف 2024 إن شاء الله. ليه احنا برضو ما فيش ميعاد أكيوريت للقصة دي؟ لأن احنا برضو واحنا ماشيين في المشروع في خطوات المشروع يعني بيستجد بعض النقاط الحديثة اللي احنا نعدد بها المشروع، فبالطريقة دي بناخد القرار ان احنا لا اعمل بلانت مثلا، بنحتاج بلانت هيدروجين هنا ريليتد لكذا، يديني الكباستي المطلوبه وهكذا، فبنحط بعض البلانتس الايه اللي موجوده، فدي اللي بتكستند السكيدول شويه معانا يعني. ده بالنسبه للمشروع، دول البارتنرز الرئيسيين بالنسبه للمشروع بتاعنا.
الايروبيان بانك اللي هو يعني في جزء من التمويل خاص بيه وجزء تاني الهيئه المصريه العامه للبترول. طبعا ام بي بصفتها شركه الديزاين بتاعت مجال البترول كله، زي ما بتروجيت شركه الكونستراكشن بالنسبه لقطاع البترول كله، ودول الاثنين لايسنسورز الرئيسيين، يعني دي الناس الميجور اللي موجوده في المشروع. البنك مثلا عنده لجنه استشاريه جايبها من شركه اسمها انتكسا اسبانيه، دي بتتابع معانا خطوات المشروع من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه. احنا شخصيا كسويس تصنيع بترول شغال يعني بنستعين بشركه زي ابروم يعني في موضوع الاداره ومتابعه الدوكيومنت و و و و و و وان شاء الله المفروض في اجريمنت مع شركه اسمها اللي هي وورلي بارسون، دي اللي هي البي ام سي يعني بتاع المشروع بالنسبه لنا يعني، وهكذا. فدي اطراف المشروع الرئيسيه او الستيك هولدرز الرئيسيين بتوع المشروع. ندخل للجزء الاخير بقى في البرزنتيشن بتاعنا، وهي زي ما بقول لحضرتك حضراتكم ان هو ده مش يعني مش ريبورت، هو فيدباك من انا شخصيا لتسمين بعض او الفاليوبل ليسون ليرند بالنسبه لي يعني. ودي بدات من اول محاضره بالنسبه لي يعني، اللي هو اتكلم فيها المهندس حسين القاضي عن ال 16 نقطه اللي كان سردهم الدكتور كيلتنر هارد كيلتنر بالنسبه للبروجكت مانجمنت ماتيوريتي. هنا انا بسردهم طبعا، واحنا طبعا عشان ما نستهلكش الوقت كتير، ولكن هي من ضمن الليسن لين 16 نقطه دول. ليه بقى؟ لان هم بالفعل يعني في حاجات كتيره الواحد حتى على المستوى الشخصي بيعملها، ولكن مش عارف يصنفها تحت انهي عنوان، يعني ما كانش عارف ان دي فعلا طريقه اداره الواحد كان بيتعامل معاها، مش هنقول بعشوائيه ولكن بتلقائيه، ولكن مهم جدا ان كل التصرفات تتحط في الاطر الصحيحه بتاعتها وتتحط في يعني تحت العناوين الصحيحه بتاعتها لترتيب الدماغ نفسها ولسهوله ان الدماغ بعد كده تعمل سيناريوز للحلول والمشكلات اللي بتقابل الواحد سواء في اداره او سواء على المستوى الشخصي او سواء. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي لسه الثاني بالخصوص ده اللي هو كان طبعا بالنسبه لنا تصنيف البروجكت او البروجكت لايف سايكل بتاعتي، ودي اللي علمتني طبعا. احنا يعني ما درستش البروجكت مانجمنت من خلال للاسف شركتي، احنا اصلا شركه اوبريشن، فهي اوبريشن بتعمل مجموعه من الروتينز والماترز بشكل دوري يعني وهكذا. ولكن دي نقطه كانت من الصعوبه بمكان هنرجع لها تاني لما نتكلم عن الاورجنايزيشن تشارتس، وايه التشارتس اللي موجوده وايه الافكتيف تشارتس اللي موجوده. ولكن في النهايه زي ما بقول ما يطلق علينا اللي هو الفانكشن ماتريكس، اللي هي بتؤدي في المشروع بجانب وظائفها الرئيسيه، ودي طبعا بتبقى عمليه يعني مرهقه شويه كتير، رغم ان هي بتعلم كتير برضو. الليسون الثالث طبعا اتعلمناه من برضو من خلال محاضرات المهندسين، ان دايما ازاي الاكشن بلان. بطبيعه الحال احنا بنحط بلان سواء على المستوى العادي او المستوى العملي ولا الكلام من ده كله، ولكن ان احنا نقدر برضو خلاص انا عايز اعمل خطه هنا. فدايما بسال الاسئله بتاعتي الشهيره واللي نوه عليها المهندس حسين قبل كده، واي وات هو هاو وير وين وهكذا. دي بتعمل سكيدولينج برضو للافكار نفسها، وبتخلي الواحد يعمل بلان بشكل اسرع يعني. الليسون ليرند الرابع اللي هو برضو اللي هو النموذج الملهم بتاع ديمينج بقى، اللي هو بيطلق عليه البي دي سي اي او بلان دو تشيك اكت.
دي برضو بالنسبه للتيم بتاعي انا، كل ده كل اللي انا بتكلم عليه بالنسبه لنفسي انا بنقله دايما بشكل اساسي للتيم بتاعي. دايما التيم بتاعي بخليه في الصوره باللي بيدور في دماغي او اي حاجه اتعلمها وهكذا. بالنموذج ده نموذج بامانه عبقري يعني. طبعا هو كان ريليتد للكواليتي مانجمنت بشكل اساسي، ولكن احنا ممكن نستخدمه بشكل عام في كل حاجه، في كل حاجه تخص الشغل او الحياه، سواء ريليتد للكونتينوس امبروفمنت سايكل بتاعتنا، ونسمي اسماء زي ما احنا عايزين بقى، ايه هنحط في البلان، ايه هنحط في الدو، ايه هنحط في التشيك، ايه هنحط في الاكت، وهكذا وما الى ذلك يعني. سوري. حتى في البروبلم سولفينج هو بصراحه يعني السهل الممتنع، نموذج هايل بصراحه ناثر فيها بشكل كبير دايما، سواء اداريا او فنيا او في حياتي الشخصيه يعني. طبعا هو كان محطوط بشكل اساسي في الجزئيه بتاعت الايه الكواليتي مانجمنت سيستم، وده برضو من ضمن الفيجرز اللي كان استعرضها المهندس حسين في الكواليتي مانجمنت سيستم، وارتباط البلان دو تشيك اكت بالتشيكس بتاعت الكواليتي مانوالز، دي كانت برضو بالنسبه لي شيء عظيم يعني. هي عناوين التشيكس نفسها بالنسبه للنموذج اللي هو بلان دو تشيك اكت كان بالنسبه لي برضو حاجه جميله جدا وفوق الوصف يعني. اتعلمت برضو في الجزئيه دي اللي هي الدوكمنت مانجمنت وازاي تم التنويه ليها. انا دايما برضو بشخصي احب ابقى دوكومنتد واحب اعمل سيرشنج واحب اعمل كده وهكذا، ده بالنسبه لشخص انا. لكن برضو المهندس حسين نوه للجزئيه دي وبدات المسها فعلا على الواقع العمل في المشروع ذاته من خلال الديسيبلين بتاعي الاوتوماتيك كنترول، اللي هو انت لازم دايما تبقى دوكيومنتد ريليتد لاي يعني، مش هنوصل لتحكيم ان شاء الله يعني ولا حاجه، لكن لاي ايشو ريليتد لشيء الشير بتاع المشروع وهكذا. لا الدوكيومنت مهم جدا 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 وترتيبه، ودي اللي انا بحاول بعملها برضو مع التيم بتاعنا. زي ما انا قلت برضو حاجه مهمه جدا، احنا شركه اوبريشن اصلا مش شركه بروجكت اساسا، فالبروجكت مان يعني بالنسبه لنا حاجه جديده، والجزء بتاع البروجكت والريليتد دي تعتبر حاجه جديده يعني. فابتدينا من خلال المشروع نعرف يعني ايه دوكيمنت كنترول يعني، دي ليها دلوقتي يعني مهندس مخصوص ريليتد للدوكيمنت كنترول. فانا في كل الاحوال يعني اللي كل العلوم ريليتد للبروجكت مانجمنت عموما انا بحاول اطبقها على الزون اللي انا فيها او التيم بتاعي فيها، اذا كان التيم بتاعي بالنسبه للمشروع جاست ديسيبلين يعني، لسه في ديسيبلينز كتيره تانيه في المشروع، مدني، ميكانيكا، كهرباء، و و و و بقيه الديسيبلينز كلها المشتركه في المشروع. ولكن هو كل اللي انا بتعلمه على مستوى اداره المشروع نفسه، فبعتبر انا مدير مشروع للتيم بتاعي وببتدي فعلا انفذ وانقل اي معلومات تسهل علينا طبيعه العمل نفسها. دي اللي انا لسه النقطه اللي انا كنت لسه بتكلم على اساس ان احنا يعني الماتريكس اورجنايزيشن او الاورجنايزيشن بتاعت الايه المشاريع في العموم هي بتتصنف يعني لثلاثه كادوكري رئيسيين، اللي هي الفانكشنال، الماتريكس، والبروجكتايز. الماتريكس دي دايما بيبقى لها هياكل تنظيميه خاصه، وطبعا زي ما اشار ليها المهندس حسين هي من افضل الطرق للاستخدام الماتريكس دي، ان هي بيحط مجموعه من الديسيبلينز ريليتد لبعضها وبتسلم بعضها، لا تعتمد على شخص واحد وهكذا والقصه دي. لكن بالنسبه لنا احنا بالنسبه لنا الوضع في الحالي او في الواقع ان هو يعتبر فانكشنال. فانكشنال بمعنى ان انا بأدي وظيفتي الطبيعيه بالنسبه للاوبريشن، وفي نفس الوقت بقوم
بشغل البروجكت يعني. وبالتالي الواحد بيحاول يستفاد باقصى السبل بالتولز والتكنيكس بتاعه الاداره في العموم يعني، عشان تسهل علينا. هي دي طبيعه شغلنا بالنسبه للبترول يعني. انا طبعا كنت اتمنى اشتغل بروجكت ك بروجكتايز مانجر يعني، انا ريليتد للمشروع فقط، وبالتالي انه يخليني اعمل فوكس على الحاجات بتاعه المشروع نفسه، وريليتد للبروجكت مانجمنت نفسها والكلام ده كله. لكن طبعا في بعض الوقت بيروح مني من خلال اللي هي الايه الاداره العاديه، اداره الاوبريشن العاديه. ولكن في النهايه الواحد يعني بيحاول يدو ادو ماي بيست يعني في القصه دي، عشان يعني اواكب الدنيا، ونحاول نحافظ ان شاء الله. ربنا بيكرمنا يعني، الحمد لله ربنا كرمنا بالتيم اللي معانا يعني، تيم كويس ومتطلع، وده بيساعدني، يساعدني كتير جدا يعني في اداء العمل بتاعي. ريليتد للي انا بقول لحضراتكم عليه، ان احنا المايند نفسها بتاعتنا، قلنا الناس شغالين اوبريشن وابتدينا نشتغل في بروجكتس، وبروجكت ميجا بروجكتس يعني ريليتد، طبعا هتبقى لبعض على بعض المستويات الثانيه، هيبقى في اي ار بي بعد كده، هيبقى في اي ان ام اس اللي هي انرجي مانجمنت سيستم وهكذا. فده برضو من المحاضرات القيمه والفاليوبل اللي انا اتعلمت منها، اللي هو المانجنج تشينج بالنسبه للقصه بتاعت المهندس حسين كان اتكلم فيها بشكل مستفيض برضو، استفدت بيها. وبالفعل بالفعل يعني على مستوى شركتنا تم تشكيل زي كوميتي كده او لجنه خاصه بما يطلق عليه الموك او المانجمنت اوف تشينج بمعنى اصح. وطبعا هو طبعا كان نوه ان المانج اوف تشينج غير التشينج مانجمنت، دي لسه احنا ما اتكلمناش فيها. ولكن في النهايه انا يعني اعتقد المانجينج اوف تشينج يحتاج تشينج مانجمنت، وعلى يعني ولو على مستوى المايند سيت الناس ايه يعني المينتاليتي بتاعتها في الاصل تتغير في 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 الاتجاه ده. وبالتالي انت بتقابلك تحديات تحققها تحققها كلها ان هي ان شاء الله تحقق التشينج المرجو للموضوع ده، اللي هي الرؤيه والسكيلز والريسورسز بتاعتك والبلانز بتاعتك وهكذا. زي ما شايفين هنا ان اي لاك في اي جزء بيعمل مشكله ما، فلازم الحته دي تبقى كلها متكامله بالنسبه للموضوع ده. دي من ضمن الدروس برضو المستفاده. من ضمن الحاجات اللي استفدتها برضو من الدراسه السابقه لللينس سيجما او للمحاضرات مع المهندس حسين، بعض التكنيكس اللي هي بيطلق عليها الفايف اس تكنيك. فايف انا عشان احافظ على الحاجات اللي انا بعملها دي كلها، سواء على مستوى الديكومنت، سواء على مستوى الاورجنايزيشن، سواء على مستوى التولز اللي معايا كلها، من الحاجات المؤثره برضو جدا واللي انا بستخدمها دايما بشكل يعني حطيتها كده اطار في دماغي استخدمها مع التيم بتاعي، او حتى استخدمها في بيتي مع اولادي يعني، علمتها لهم فعلا. الفايف اس تكنيك ده تكنيك ياباني بيتكلم على يعني فايف ديسيبلين بيبتدوا بحرف الاس، عشان سموها الفايف اس ميثودولوجي. بيقول لو انت الدنيا حواليك كلها متكركبه ومش عارف تبدا منين و و و و و كله، لازم يعني ترتب الدنيا دي كلها وتحافظ على الفايف تكنيكس دول او الخمس خطوات دول بشكل دايم، عشان تبقى دايما بشكل منظم وشكل مرتب، وتقلل الهدر في الوقت والطاقة والمجهود للحاجات دي كلها. طبعا دي ليها معاني باليابانية طبعا مش حضران دلوقتي، ولكن هي ترجمتها حتى بالانجلش حاولوا يخلوها تبدأ بحرف الاس عشان تبقى برضو 5S، اللي هي بمعنى أصح بتبدأ ب سورت، شوف ايه الحاجات اللي انت محتاجها وايه اللي مش محتاجها،
يعني اعمل فرز للحاجات اللي عندك كلها، سواء على مستوى المكان، سواء على مستوى الديكومنت، سواء على مستوى الافكار حتى اللي في دماغك وهكذا. وحط كل حاجة في مكانها، حط كل حاجة في مكانها الصحيح كده، وابتدي دايما حاول تخليها يعني نظيفة، اللي هي كلمة شاين دي يعني تخليها نظيفة وفي استخدام دايم يعني بمعنى أصح، وتحط لها ستاندر خاص ليها، سواء كديكومنت بقى تحط لها ستاندر، تعمل ليبلز، تحط الديكومنتس المهمة مع بعضها، الأقل أهمية مع كذا، ده على سبيل المثال طبعا للحصر يعني، وهكذا ده المقصود. وبعد كده تستين، تحاول تستمر وتكيب جوينج خلال الايه الدايره دي اللي هي دايره الفايف اس. ودي فعلا حتى بقول لحضراتكم، لما طبعا بعض الاولاد بيبقوا مثلا في اوضتهم غير مرتبين ولا كلام من ده، ابتديت اقعد معاهم اعلمهم التكنيك دي، واقول لهم مثلا اللي احنا نعمل ايه، ايه اللي مفيد هنا، ايه اللي بنستخدمه دايما، ايه اللي مش عارف ايه، وصور لهم مثلا الاوضه بتاعتهم قبل الترتيب والاوضه بتاعتهم بعد الترتيب، ووريهم الفرق لجذبهم وترتيب دماغهم وترتيب ثقافتهم وهكذا. دي من الحاجات اللي كانت مهمه بالنسبه لي جدا، يعني من الجديد بتاعها برضو بيسموها الايه، ممكن تبقى دلوقتي 6 اس، يعني على اساس ان ضافوا ليها كمان البند السيفتي، والمفروض ده يبقى بند اساسي في كل اعمالنا، يعني بند السيفتي بند اساسي في كل اعمالنا، في الباك جراوند بتاعتنا، ازاي اي شغلانه تتعمل سيفتي وهكذا. ده بصراحه اللي هي يعني اكتر ثانك يو. طبعا في النهايه انا متشكر جدا لوقت حضراتكم، ومتشكر جدا لبيما ريبيا والمهندس حسين ان هم سمحوا لي ان انا اتكلم يعني في الجزئيه دي، ويعني فرضوا لي الوقت ان انا اتكلم في الجزئيه دي. انا طبعا كنت عايز اضيف حاجات تانية كتير، ولكن برضو الوقت ما اسعفنيش ان انا اضيف حاجات كده تانية كتير، وان شاء الله في مرة قادمة باذن الله يعني نلتقي باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك. باشمهندس مجاهد، الحقيقه اللي انت عملته النهارده ده من اجمل الـ 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 العروض اللي اتعملت في ال 40 عرضه اللي فاتت. انا متشكر جدا، متشكر. انا على فكره انا لا بجاملك ولا ببالغ، بس معنى ان انت تصل انك تلخص كل الكلام اللي قلناه في الوقت ده وفي السلايدز دي، ده مجهود اكتر من رائع، الحمد وتشكر لله. عليه جدا جدا. أنا واسمح لي متشكر جدا. اسمح لي ان انا هنخلي الباشمهندس احمد والباشمهندس محمود يحطوا البرزنتيشن ده على اليوتيوب عندي، على اساس ان هو ايه، ده ملخص لكل اللي احنا عملناه قبل كده. تحت امر حضرتك يا فندم، تحت امر حضرتك. هي اكتر من رائع، اكتر من رائع، وانا احييك ولا جامد، ولا جامد، متشكر جدا، ولا جامد، مجهود رائع. جدا. وانا مش ببالغ دلوقتي ولا بجاملك، ان انت المستوى اللي انت بتتكلم عليه ده فعلا ده مستوى مدير مشروع دولي. يعني انا عملت، انا يعني قبل يعني في 2002 2003 كنت بشتغل في الاسسمنت بتاع مدير مشروع الدولي. تمام. لو انت حضرت مع، يعني لو انا قعدت اعمل لك اسسمنت، يعني لا يمكن هتاخد اقل من ليفل A، مش ليفل B او C حتى. الله يخليك، ممتاز ورائع، ونشكرك جدا 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 جدا. انا اللي شاكر حضرتك يا فندم، بفضل ليك والله يا رب. يعني انت تعتبر يعني لخصت يعني ايه الموضوعات اللي فاتت كلها بشكل رائع، وانا بنصح كل الناس، انا ريكومنديشن للمهندس محمود والمهندس احمد، يحطوه عندنا ان شاء الله وتدخل عليه كلكم، هنشوف يعني الطريقه معاهم انه يتحط دلوقتي. انا ماشيين بسيكونس يعني. بالظبط، لان ده فعلا ممتاز، وبشكرك جدا جدا جدا. وفي حاجه مهمه جدا، في حاجه مهمه جدا عايز برضو ايه
اقولها لك واقولها لبقيه الناس. انت لما اتكلمت على الكوكر كومبلكس بروجكت حطيت حاجات كتير، ناس كتير كتير جدا يعني بتعيش وتموت، وعاشت واشتغلنا معاهم وكانوا مديرين بتوعنا في شركات بدون ذكر اسماء، شركات بروجكت مانجمنت كبيره للاسف ما عرفتهاش. انما عشان اشتغلت برضه، انا اشتغلت مجال البترول يعني، اشتغلت مع بيكتر في مصر واشتغلت مع تشيودا، وابني على فكره مدير محطه الكويت للشلومبرجي يعني كان ماسك في يعني لو سالت محمود القاضي الدكتور محمود القاضي هتلاقيه يعني موجود يعني في الشلومبرجي مثلا يعني كانت مصر احلى الايدياز بتاعته. فالمهم اللي عايز اقول لك عليه انت حطيت صح يعني، انت ما بقول لحد في حاجه اسمها فرونت اند انجينير ديزاين الفيد دوكيومنتس بيبص لي كده يعني، احد الكبار بص لي كده قال انت جبت الكلام ده منين؟ مريض واضطريت يعني انا ايه يعني واخد بالك؟ وبعدين انت جمعت برضه كل الكلام كله اخره وحطيت ال 14 بوينتس بتوع هارو كيشنر، ودول من الحاجات الرائعه رائعه رائعه جدا فعلا بالفعل رائعه عشان تقيس الماتيريال بتاعت البتاع بالظبط. هطلب منك حاجه اتفضل يا فندم. انت عندك ثاني لقاء مكتوب فيه الكي بي ايز بتاعت الانترناشونال بروجكت مانجمنت. ايوه بالظبط. اقعد عليها بقى حضرتك. تمام يا فندم. ركز على مش مهم تاخد منك وقت اللي تاخده. ان شاء الله. وعايزك تعمل جدول تقيس بيه الليفل بتاعك يعني، انت بتعمل في حاجه اسمها عشان انت تعمل تبقى مدير مشروع دولي بتعمل لنفسك سيلف اسسمنت. خلاص انا فعلا والله يا باشمهندس انا اشتريت الكتاب فعلا اللي هو بتاع هارولد كيرسنر برضو اللي هو البروجكت مانجمنت كي بي ايز، اشتريته فعلا هارد كوبي. ممتاز 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 ممتاز. لا خلي بالك من حاجه، ده غير هارو كيرسنر في البلد يعني برضه هارو كيرسنر طبعا خلي بالك ده انا اشتغلت في الساينتفك بروجكت مانجمنت، اول دكتوراه كنت بشتغل فيها سنه 82 كان كتاب هارو كيرسنر وعندي موجود هنا كتاب نفسه يعني بالظبط كتاب نفسه يعني مثلا قول مثلا 450 صفحه ولا حاجه، دلوقتي معدي 1200 1300 صفحه اللي اخر بالظبط كده انت اصلا في الحدود دي بالفعل في الحدود دي بالفعل فيرجن 8 او فيرجن 9 دلوقتي فيرجن 11 شغال هو دلوقتي فيرجن 11 الله يخليك لو عايز توصل لفيرجن 11 وتبعتها لي تبقى ممتاز خلاص ان شاء الله. لا بس خلي بالك ان شاء الله انت خش على تاني تاني محاضره عملناها محطوط فيها الكي بي ايز هي اسمها تمام بالنسبه للديل كومبيتنسز بيس لاين. بالظبط كده بالظبط فاهم يعني هي المفروض ان ايه كي بيرفورمنس انديكيتورز، انما دي كومبيتنس ايه كومبيتنس انديكيتورز انت فاهم ازاي؟ بالظبط. طيب بالظبط عايز تقعد عليها اعمل جدول لكلهم كلهم خلاص اعمل تمام درجه من واحد لعشره واعمل لنفسك تيبل وعايزك تمام تعمله وعايزك تعرضه تمام. ليه بقى؟ ليه بقى؟ انا اقول لك الكلام ده ليه؟ لان كل الكلام اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده لغايه دلوقتي في ال 40 محاضره اللي فاتوا بيوصلك انك الكومبيتنسز بتاعتك تبقى توصل لايه؟ للليفل اللي هو بتاع الايه بتاع ده. وخلي بالك برضه دي اتعلمناها برضه ده انا سيرتفايد يعني جراند بولينج مانجر نمره يعني نمره 6 في مصر الكلام ده في ال 2000 يعني او 99 2000. فالمهم انا عايزك تعمل دي ليه بقى؟ خلي بالك ما تديش لنفسك اوفر استيميشن في حته. ليه؟ ليه بقى؟ تمام عشان لو تدي لنفسك اوفر استيميشن هتتناقش طب هتدي ليه؟ طب ما عملتش دي ليه؟ بالظبط. انا والله انا بفكر جديا ان احنا النهارده مش هكمل اللقاء اللي فات، عايز افتح حوار
حوار ما بيننا وما بين بعض على كلام انت بتقوله. انا كنت مجهز نفسي ان انا اكمل النهارده على الخطه، بس انا عايز يعني الكلام الجميل اللي انت عملته ده كلنا نستفيد منه كويس. يعني كل واحد هيبقى له وجهه نظر وله راي. وهي المناسبه برضو ان المحاضره الـ40 اللي احنا فيها دي دلوقتي دي دي سكند ليفل بالظبط. احنا بنكمل برضو، احنا بنكمل مع بعض يعني في حاجات تانية برضو. واحد بتكلم عليها انت بكتل عندك فرصه مارجن كده بكتل بكتل بالنسبه لي حاجه اسمها اللايسنسور، هي اللي بتديني الرخصه وهي اللي بتجارنتي السيكونس بتاع البروسيس بتاعي بتاع الكوست. لا 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 السيكونس بتاع البروسيس نفسه. ايوه السيستم. ايوه ما هو هي بكتل من اجمل الشركات اللي انا ان شاء الله اذا في عمر برضو احنا شرحنا اشتغلنا مع بعض الدوكمنت كنترول كله تمام. في الفايلنج سيستم بتاع بكتل، الفايلنج سيستم بالظبط عارف شو معجب بيه وعندي وبطبقه جدا يعني مكتب. احنا محتاجينه والله، فده ان شاء الله برضه كبرزنتيشن. لا خلي بالكم من حاجه يعني انا مش يعني في اسئله ظريفه قوي دايما يقول لي هو انت المحاضرات دي قد ايه؟ كم محاضره؟ فاهم قصدي ازاي؟ دي يعني لا دي يعني احنا هنقعد نتكلم مش هنخلص. بالظبط هو يعني احنا فهي احنا عايزين بشكل دايم كام ليفل. حقيقه يا باشمهندس ميجان العرض ممتاز ولخص لنا غالبيه اللي احنا اتكلمنا فيه، وانت عملته بمنتهى الاحترافيه وممتاز وعايز منك تعمل لي زي ما بقول لك الكلام ده كله الكي بي ايز. هي performance indicators، هي ايه؟ competence performance indicators. هتلاقيهم موجودين في ثلاث حاجات ثلاث حاجات يعني خلاص. هتلاقي البراكتس والبرسبكتيف والبيرسونال، ثلاث حاجات دول. هتعمل جدول اكسل وهتحط نقطه نقطه وهتحط لنفسك درجه من 10 وهنشوف بقى انت في الايه في النقط دي كلها هتبقى كام وهتعمل لنا ايه برزنتيشن عليهم عشان كلنا يعني ايه يعني نتابع هذا الكلام. طيب باذن الله بعد اذنك انت هتفضل معانا انت النهارده مع حضرتك لنهايه المحاضره. لا يا حبيب اصبر عليا هنفتح باب المناقشه وزي ما قلت لك اتفضل. الجميل يعني ناس كثيرة جدا بتعتقد ان البروجكت مانجمنت كعلم ده كلام اكاديمي. انا طبعا بالعكس جدا معلش عشان على مستوى الحياة الشخصية بشكل رهيب. انا عشان كده بشكل رهيب عشان كده بقول لك انت البرزنتيشن بتاعك جاء يعني ايه تو بروف لكل الحاضرين وكل حيحضروا وكل شوفوا بعد كده ان كل اللي اتكلمنا عليه اللي فات اللي في ناس كتير جدا بتعتقد ان هو جاي من كتب او جاي من مراجع او جاي من الكلام ده كله يعني ده مش ده يعني ولا ده الهدف بتاعنا ولا ده يعني فاهم قصدي فاهم بالظبط. وبرده كويس ان انت دخلت على البي ام بي. البي ام بي زي ما قلنا ميثودولوجي بالظبط ميثودولوجي مش بروجكت مانجمنت كامل. لا ده ميثودولوجي لو انت خدت حته بتطبق البي ام بي يبقى انت الميثودولوجي اللي انت هتشتغل عليها. انما لو انت داس بقى الكلام اللي احنا مع بعض لو دخلت اي حته فيها حاجه مسمى اسمها بروجكت مانجر هتشتغل وهتبقى زي الفل. انا عايز اتاكد من حاجه بالنسبه لشغلك. هل الكلام ده هل حسيت بفرق في شغلك مانجيريالي؟ يعني طبعا اكيد دي حاجه مفروغ منها بصراحه. في هو نقطه فارقه ما دي النقطه اللي انا عايز اكدها ليه عشان الناس تسمعنا دلوقتي تعرف ان احنا مش
مش بنقول عشان انت تاخد ورقه ولا تاخد شهاده ولا تاخد لا 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 اطلاقا 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 ان انت فعلا مستواك كبروجكت مانجر يعني ايه الكلام اللي بنسمعه واللي بنقوله ونتكلم فيه ما هوش كلام عشان ورقه وعشان لا 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 بالعكس ده كل سطر كل سطر قابل ان هو يبقى ابليكابل حتى في الحياه العامه مش في البروجكت بس يعني الله يفتح عليك وهو ده المقصود واللي قلناه قبل كده برضه كتير قوي ان الاداره دي ربنا حطتها في الانسان والحيوان والنبات طبعا طبعا بالفطره بالضبط بشكرك جدا جدا وبطلب منك انك تفضل انت ك انا موجود مع حضرتك انا مش هدخل في اكمال الموضوع اللي فات اللي فات ان شاء الله هبتدي اقول جديد من الاول اللي جاي ولو ان نفسي حضرتك تكمله برضه لا 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 ما انا هكمله لا انا نوهت لحضرتك في المحاضره اللي فاتت عن الكوربشن يعني الكوربشن المقصود والكوربشن الغير ايوه لا انا هقول انا يعني اكتشفت ان احنا فعلا يعني في كوربشن غير مقصود بشكل رهيب يعني لما المواضيع ورتبنا الافكار لا هو كوربشن بالفعل بس ماشي هنقول عليه مش مقصود ولكن هو ده الواقع بتاعنا للاسف يعني وعلى فكره خلي بالك من حاجه يا باشمهندس هذا الكلام مش في مصر بس انا بقول انا كنت في باريس بناقش الدكتوراه بتاعت ابني محمود اللي بقول لك عليه بس ده ماسك شلومبرجي في الكويت وكان ماسك كل ميدل ايست ما قبل الكورونا بعد الكورونا نزلت تمام لقيتهم بيتكلموا على كوربسيون يعني بدل ما كوربشن بقى كوربسيون 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 فرفعت ايدي قلت لهم كوربسيون يعني حاجه سهله جدا حط راجل زي حضرتك كده على التوب فاهم وواعي وعنده خبره ومحب لشغله وعنده الانتاج صح والفيجن واضحه والميشن واضحه كل حاجه واضحه واعمل تحت سيستم عملته ايزو كتر خيرك عملته سوفت كواليتي مانجمنت كتر خيرك عملته 6 سيجما كتر خيرك عملته لين 6 سيجما عملته لين بروجكت مانجمنت عملته اجايل باي طريقه اللي بيبقى معاك سيستم بتطبقه يعني انت كنت مدير شاطر جدا 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 انما انت في مكان رافض اصلا يبقى فيه نظام بالظبط فمش هتنفع والعكس ممكن تبقى حته فيها نظام وانت بس بتتخشب بسرعه بقى بس انا شاكر جدا والله يفتح عليك وبتدي اكسلنت اكزامبل وانا سعيد جدا جدا احنا لا اسعد والله لدرجه ان انا مش عايز اكمل حاجه عليها انا عايز هي لا 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 ما فيش عايز يعني احنا نقطف في بحر علم حضرتك يا فندم استغفر الله لا استغفر الله بص يعني انا عايز اعمل ايه الفكره اللي جايه ان احنا هنفتح باب المناقشه هنopen اوكي اه